السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولاي. اتفضل. والله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. عندنا بالنسبة للبنوك التشاركية. والله سمي كما تسمي، هي بنوك تقرض بالفوائد الربوية أو بدون فوائد، سمي تشاركية سمي غير تشاركية، لا نخدع بالأسماء، لا ببنوك إسلامية ولا ببنوك تشاركية ولا بأي أسماء، العبرة بالعمل، هل تقرض بالربا أو تقرض بدون فائدة ربوية؟ لو سمحت إمامنا. نعم. القانون البنكي عندها يمنع أولا يعني التعامل بالربا. اي لكن هو يرابي، يسمي الربا بغير اسمه. يعني انا اسالك سؤال. نعم. الان اذا انا جئت اقترض منهم قرضا، هل سيعطونني قرضا لوجه الله بدون فوائد؟ لا هم اصلا لا يقرضون، هم يتعاملون. هم لا يقرضون. انتبه بقى كده، انتبه الان. هم لا يقرضون احدا اصلا، انما ياتون باشياء تقوم مقام الربا تحت مظلة أخرى غير اسم القرض بالفايدة. اشتري سيارة، السيارة بكم؟ 100,000. طيب احنا ندخل معك كطرف ثالث، نمول بدلاك 100,000 وناخذهم منك 150,000. هذا النظام. هنا عندنا تملك السلعة شيخنا. ما الذي يملك السلعة؟ البنك لا يملك سلعة يا حبيبي في الدول المسلمة، ولا يسمح له. هي كم سلعة؟ ملايين، مئات الالاف من السلع، والبنك لا يسمح له، لا عنده مندوب مشتريات ولا مندوب مبيعات ولا معارض ولا له في التجاره، له في ان يضمن انك ستشتري يدفع نيابه عنك وياخذ المال. ابتعد. شكرا لك.